سبع حافلات للنقل المدرسي وسيارة إسعاف تسلم لفائدة عدد من الجماعات القروية بإقليم الجديدة. العملية مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية قاربت 3 ملايين درهم ونصف. تمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات اللي استفدت من هذه السيارات المساهمة ديالها هي توفير الوقود والسائق والصيانة للسيارات. المبادرة تأتي دعما لجهود محاربة الهدر المدرسي وتشجيعا للتمدرس خاصة في المناطق القروية، وتسهيلا للولوج إلى المستشفيات والمصحات التابعة للإقليم. كاين مجهود كبير اللي غادي يقوم به لوزارة التربية الوطنية تحت إشراف السيد العامل على إحداث واحد النواة ديال مؤسسة تعليمية ثانوية، لكذلك غادي تنقص من النقل وكذلك من الأعباء ديال التنقل ديال الوليدات. من خلال هذه العملية تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى التزامها الثابت وانخراطها التام في النهوض بقطاع التمدرس خاصة في العالم القروي.